السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد. كيف انتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. الوصفة ديالنا ديما تكون عبارة على وصفة تطوانية على حق او طريقة. هو بشكيتو التطواني اللي كنعملوه في الاعراس والمناسبات في السوابع والعقيقات، كيجي لذيذ بزاف وتحت طلب العديد من الاخوات. قالوا لي خير لها اكرام عملنا هذه الوصفة، فانا لبيت الطلب ديالكم عملتكم هذه الوصفة. هذه بقاو معايا باش نشوفوا جميع المقادير وطريقة التحضير. غنحتاج هنايا طاسة اي زلافة الحريرة من السكر ما يعادل 250 غرام، وزلافة البيضات، كنهضر على الزلافة بهذا القياس هذا اللي كنشربوا فيها الحريرة. فانا دائما الوصفه التقليديه كيعجبني نعبرها بالزلايف او لا بالكيسان، ولكن الجرامات حتى هما جائزين. صد البيضات كما كتشوفوا، طاسه البيضات وطاسه الطحين ما يعادل 200 غرام، وواحد البشر واحد الليمونه كبيره، واذا كانت عندكم صغيره عملوا جوج. ضروري حكوا الليمون باش كتجي لذيذ بزاف. وعندي هنا 7 غرامات من الخميره الحلويات، ديك الخميره اللي فيها 7 غرام او لا معلقه كبيره، والفاني. وهادو هما المكونات، جد سهله وبسيطه. كتشوفوا ثلاثه د الحاجات. فهذا الميزان اذا بغيتوا تعبروا بالغرامات، انا قلت لكم 200 غرام د السكر، 250 غرام د السكر، 200 غرام د الدقيق، وستاد البيضات من حجم كبير. وغنحتاج ضروري العجانه، يا اما هذه يا اما الطراب الكهربائي اليدوي. اللي ما عندوش هذه فضروري يكون عنده باليد، لان سر نجاح هذه الوصفه هو يعني كنخلطوها مزيان. كما لاحظتوا عملت هنايا البيضات، ضفت عليهم السكر، غنضيف عليهم بشر الليمون اي قشره الليمونه محكوكه، وغنزيد عليهم فاني. فهاد الوصفه هذه كنت سبق لي عملتها على الصفحه ديالي في الفيسبوك، هذه تقريبا جت سنتين وما كانش عندي القناه، ودابا قلت رجع نعملها في الفيديو باش البنات يعني طبقوها، لان طلبوها لي من بزاف، لان قال لك ياكلوها غير في تطوان حيت هذا خاص بمدينه تطوان، كنعملوها في الاعراس والمناسبات. فكما لاحظتوا دابا عنشعل العجنه ديالي بسرعه متوسطه واحد 3 دقائق، من بعد غنعمل الماكسيمو يعني سرعه سريعه، وغنخليوها 15 دقيقه لا اقل ولا اكثر. ضروري هاد العمليه تبعوا معايا باش ينجحكم بشكيتو. واللي ما عندوش هاد العجانه هذه بامكانه يستخدم هذه اللي كتكون كهربائيه، بحق نشبروها بيدنا حتى هي جائزه، ولكن يدكم عيلكم شويه بحق ماشي مشكل، عيب بقاو طربوا طربوا حتى كيتضاعف الحجم ديالها. ضروري 15 دقائق باش ديك البيضات كيتضاعف الحجم ديالهم، وكيجينا عجين رخو ورطب بزاف. فنخليكم حتى نكملوا 15 دقائق ونرجعوا. فمن بعد ما كملت 15 دقائق هانتوما كتلاحظوا العجينه ديالي، الخليط ديالي ضاعف الحجم ديالو ورجع رخو. وضروري تبعوا هذه العمليه بالنسبه للمبتدئات وبالنسبه للسيده اللي مسكينه دائما كتكتب لي، نسيت وقيله مريم قالت لي خايل اللي عملوا الناس سبق لها كلاتو في تطوان. فانا لبيت الطلب ديالك اختي، وها انا كنعمل لكم البشكيت التطواني على حق اوطري او كما كيقولوا الناس تطوان. انا ما ندقب من تدقب من ايد على فتنا. تحيه الناس تطوان من هذا المنبر هذا، وتحيه الناس المغرب ككل والعرب ككل. المهم ها انتم كتلاحظوا هذا هو القوام الخليط ديالي، كيف كتشوفوا رجع ابيض وتضاعف الحجم ديالو، كيجينا رخو. دابا ضروري غنعملو الدقيق، ولكن اهم حاجه هاد الملاحظه يكون مغربل. هي اللي لاحظتوا المكونات هاد البسكيتو سهله، ثلاثه الحاجات البيض والسكر والطحين، يعني الخميره والبشر الليمون ماشي شي حاجه كبيره، ولكن التقنيه هي اللي مهمه في طريقه التحضير. كما كتلاحظوا كنعملو الخميره والدقيق وكنحاولوا نغربلوهم بهذا الشكل هذا. ضروري يكون مغربل باش ما كيبقاوناش يدك كريات الدقيق في وسط الخليط. فصافي من بعد ما كنغربل الدقيق كنشبر واحد الطراب اليدوي، وكنبقى نحرك شويه بشويه يعني من تحت الى الاعلى، من تحت بحال اي يعني هاد التحريكه هادي دابا عالميه كلشي كيعرفها، باش ديك الهواء كنحافظوا عليه وما كينزلناش الخليط من تحت، على يعني كنبقاو نحركو غير من واحد جهه فقط. يعني كنبداو نعملو هاد العملية بشوية بشوية حتى كندخلو الدقيق في الخليط كامل. فأنا حاولت منجريش الفيديو
وحاولت نشرح بالتدقيق للمبتدئات خطوة بخطوة باش إن شاء الله ينجح معكم هذا بشكيتو. فماشي ضروري تبقاو تشريوه من المحلبات أو لا توصيو عليه في الفرن التقليدي في حزمان كنا كنوصيو عليه، فبإمكانكم تحضروه في البيت ديالكم بكمية صغيرة. حنا كنا كنوصيو على سينية كبيرة ما شاء الله في زمان كان صغير بشي 80 درهم 70 درهم، دابا ما شاء الله طلع الثمن ديالو صافي كما كتلاحظوا. هذا هو القوام النهائي. دابا كخطوة الثالثة عملتكم الخطوة الأولى هي طريقة التطريب 15 دقائق، الخطوة الثانية الدقيق مغربل، والخطوة الثالثة الصينية اللي غندخلوها الفرن. فبالنسبة للصينية الفرن أنا عملت هاد الصينية هذه اللي كتفتح من الجوانب، وضروري لبسوها بورق الزبدة كما كتلاحظوا لأن هاد الخليط هذا كيلصق، وخليو شويه ديال ورق الزبده طالع على الحوافت الصينيه لان البشكيتو هذا كيتنفخ وكيطلع يعني. وهانتوما كتلاحظوا هذه ملبسه مزيان وما تخافوش ما كيتسربش منها العجين. عندكم صينيه اخرى د الومنيو حتى هي جائزه فحال الشكل هذه كتكون غرقه، انا عندي مزوقه من القاع ليها ما استعملتهاش. اذا كانت عندكم هذا الحجم هذا وما فيش ديك الزخرفات هذوك فماشي ضروري، المهم اي صينيه ضروري تغلفوها بورق الزبده. فهاد القياس هذا السينيه 24 سنتيمتر صافي. دابا غنعمل الخليط ديالي في السينيه، انتما كتلاحظوا يعني القوام ديالو رخو جدا، غنحاول نكبو كامل في السينيه اللي غندخلها الفرن. كنحاول نهبط جميع الخليط اللي عندي ما نخلي حتى شويه. صافي دابا غنحاول نشبر ونبقى نضرب شويه السينيه ديالي بهذا الشكل هذا باش كينزل منا داك الهواء ما كيبقاش يندخل. وعندخل الفران سمعوني مزيان على درجه الحراره 170 45 دقيقه، غنشعلو لا غير من تحت 170 درجه. في الاول خص ضروري يكون فران ساخن مسبقا شي 10 دقائق، وكندخلوها 170 درجة 45 دقيقة غير من تحت، ومن بعد من فوق كتحمر بوحدي تداشتو بقات بيضة، زيدو لها واحد 3-5 دقائق من فوق وكيتحمر بسرعة. دابا مباشرة من بعد ما طابلي البشكيتو غنزلو على شي شبكة بحال هيدا باش كيبردنا بسرعة، وضروري قبل ما نطلعوه من الفران كنشبر واحد العود طويل على الشكل هذا وكنتكوه هكذا وكنشوفو من داخل واش طاب. ملي كيطلع ناشف يعني البشكيتو ديالنا من داخل طايب وما بقاش معجن وما بقاش فيه الخليط. دابا غنخليوه يبرد تماما، ضروري كنخليوه تقريبا 6 ساعات كيبرد عاد كنقطعوه. اذا قطعتوه قبل فعيت فتت معكم، فانا كما ملي عملته بالليل دابا غنغطيه غنخليه يبرد واحد نص ساعه بعدا في حراره الغرفه، غنغطيه بواحد المنديل وغنخليه ليله كامله، وغدا في الصباح ان شاء الله نتلقى معكم باش نقطعو ونشوفوا القوام ديالو النهائي. فمن بعد ما جازت لي ليله كامله او لو دعمتوها في الصباح خليوها 6 ساعات وقطعوها في المساء. فدابا نفتح معكم الصينيه، دابا البشكيتو ديالنا بارد تماما وهانتوما كتشوفوا القوام ديالو اسفنجي يعني، ورائحة الليمون فيه رائعة. ملي كان كيطيب الصراحة البيت معطر برائحة الليمون، فكرني في أيام زمان ملي كيكون عندنا العراسات في الدار ولا الأفراح، الصراحة لذيذ بزاف. أنا بعدا من عشاق هذا البشكيتو هذا، دائما كنا ملي كنا في تطوان كنا كنشريوه من الفران كيعدلو لنا الصديق الوالد ديالي الله يذكرو بالخير، وكنشريو الحليب بارد وكنبقاو نقطعو طروف هاد البشكيتو والحليب ونجلسو ناكلو كيعجبني بزاف مع الحليب بارد. اذا نتوما شي وحده بحالي كيعجبات شي تطوانيه كيعجبات تاكل مع الحليب بارد اولا مع اتاي تكتب لي التعليقات ديالكم من تحت. دابا غنقوم بالتقطيع ديالو، كنقطعو على شكل معين. دابا غنقطع واحد الحواف غير ديك الحاشيه اللي كتكون شويه قاصحه، ماشي قاصحه كتكون يابسه شويه على البشكيتو الداخلاني. فشحال هذه ملي كنا صغارين كانوا كيضحكوا علينا الامهات ديالنا كيقطعوا كيعطيونا ديك الحوايج ناكلوهم كيقولوا ناكلوهم باش كيخليو ديك الطريفات مزيونين للناس الضيوف اللي غايجيو عندنا. فانا عملت هنا الساعات بواحد الطاوله خشبيه احسن للتقطيع، وغنقطعو بهذا الشكل هذا. حنايا التقطيعه ديالو في تيتوان معروف فشكل معين كنقطعوه
او كنقدموه مع الفقاصه التطوانيه. باقي كتسالوها لي دابا نعمل لكم ان شاء الله عما قريب. يعني دائما في الافراح التطوانيه كنعملوا الحلوى معروفه، الملوزه الكعاب سنتا، ملوزه القرقاع، عن الحلوى القرا، بزاف اشكال الانواع من الحلاوي عندنا اللوز. ومراها ضروري كنقدموا الفقاصه ولا الفقاصه التطوانيه والبشكيتو. هذا خرج مؤخرا بشكيتو بويوات، ولكن الصراحه هاد بشكيتو هذا لا يعلى عليه. فهذا هو الطريقه التقطيع ديالو، كما كتلاحظوا كنقطعوا على شكل هذا، كيجي اسفنجي ولذيذ بزاف، وما تشبعوشي منه. ان شاء الله ينجح معكم، واذا تبعتوا هاد الطريقه مرحله بمرحله خطوه بخطوه انا اكيد غينجح معكم وغيعجبكم، وان شاء الله تجربوه حتى نتوما. فصافي غنستمر في التقطيع ديال البشكيتو، هانتوما كتلاحظوا كيف كنقطعوه، وغنعملوه في طبق التقديم ونقدموه مع كويس داتاي ولا اي حاجه بغيتو. نوري لكم القوام ديالو من الداخل كيف كيجي، هانتوما كتشوفوا هذا هو التقطيع ديال البشكيتو، وها هو من الداخل كيجي هش ورطب، وكيجي منسم برائحه الليمون رائعه جدا. وانا كيحمقني الوجه ديالو هذا هاد الوجهيه ديالو كيجي شويه رطب منسم، كيعجبني ناكلو دائما. وبالصحه والراحه، دمتم اوفياء الى القناه، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم، وكنتمنى تبارطاجيو القناه ديالي مع الاحباب والاصدقاء باش يوصلكم دائما الجديد وباش تعم الفائده. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى القناه ديالي توصل 100 مشترك. الى اللقاء مع وصفات جديده ان شاء الله، نضرب لكم موعد مع وصفات شماليه ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم.